الأسير معاذ سعيد أحمد بلال يبلغ من العمر 49 عاماً من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 26 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11 من يناير لعام 1998، وهو محكوم بالسجن المؤبد 26 مرة بالإضافة إلى 25 عاماً بتهمة تنفيذ عمليتي سوق محنية يهودا وشارع بن يهودا، اللتين وقعتا عام 1997، وقتل على إثرهما 19 جندياً إسرائيلياً، وأصيب أكثر من 370 إصابة.